أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار تقديم كافة سبل الدعم لتلبية احتياجات دولة تنزانيا من الدواء. وخلال استقبال سفير تنزانيا لبحث التعاون في دعم القطاع الصحي بتنزانيا، دعا وزير الصحة تنزانيا لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مؤكدا عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من مجالات القطاع الصحي خاصة صناعة الدواء.